ميسي ينافس مبابي وبنزيما على لقب الأفضل، ورونالدو في نزال الحقيقة، وألعاب الأطفال تزين ملعب فودافون أرينا. هذه الأخبار وغيرها تتابعونها على العربية رياضة. أهلاً بكم. تعرض جيك بول لأول خسارة في مسيرته الحديثة بالملاكمة على يد تومي فيوري في نزال الدرعية بالسعودية تحت أنظار نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وبطل الملاكمة السابق مايك تايسون، وتفوق نجم تلفزيون الواقع البريطاني على منافسه الأمريكي صانع المحتوى الشهير بوسائل التواصل الاجتماعي في آراء الحكام بنزال الحقيقة في الدرعية. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة حفل جوائز الأفضل في استفتاء فيفا للعام 2022، وللمرة 15 يظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في القائمة النهائية للمرشحين للفوز، وإلى جانبه كل من كريم بنزيما وكيليان مبابي. مع عودة الدوري التركي إلى الحياة إثر التوقف بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً، عرفت العودة لقطات إنسانية رائعة من جانب الجماهير واللاعبين تجاه ضحايا الزلزال، حيث توقفت المباراة في الدقيقة 4:17، مباراة في الدوري التركي بالطبع، وهي الساعة التي ضرب فيها الزلزال تركيا، وقامت الجماهير بإلقاء أعداد كبيرة من الدمى إلى أرض الملعب بهدف توزيعها على الأطفال الناجين. حجر ورقة مقص تحدد مقعد راموس في طائرة، هكذا خطف النجم الإسباني مقعد الطائرة المطل على الشباك من زميله الفرنسي مبابي، وهما في طريقهما إلى مارسيليا أمس لخوض مباراة بالدوري الفرنسي انتهت بفوز باريس سان جيرمان ب3 أهداف نظيفة، سجل منهما مبابي هدفين.